رولا بونسوار. اهلا، من جاي رولا؟ اول شيء كنت بعدني معهد مي شديا وجاي دغري لعندكم. جيتي لعنا بعد اللي صار مؤخرا من كل شيء بلبله واتهامات، يمكن اولا لانه ونس نضال الحمديه هي رئيس تحرير الزميله، واتهموها بانه اتفقتوا سوا على انه تطلعي ببرنامج للنشر مع توني خليفه وتقولي تعملينا دعايه للجرس على اساس الدعايه المجله بحاجه دعايه، وتسكر الخطي تقولي ما عندي اي شيء اقوله، فيكم تقولوا كل شيء بالجرس. اول شيء مش هي اللي عرضت علي اطلع على البروجرام، هن بالقناه تقولي وعرضوا علي الفكره، انا وافقت. صح، بس في شخص رفيقي بقلب القناه خبرني كل شيء مخططينه يعملوا، اللي هو الإساءة لأني، وشوهوا لي صورتي وسمعتي قدام كل الناس مباشرة على الهواء. بس كانت ردة فعل توني كتير كأنه دلقت مية خبرية. أوكي، أنا عارف القصة وتركيتهم، أنه هي أنا على الطريق جاي. حدا من قلب القناة خبرك أنه في شيء عم بقلب القناة خبروني كل شيء هن متفقين يعملوا. تفهم أول شيء قراء تالكل يعرف أنا من وين عرفت؟ يا سوري وين عرفت؟ كنت رايحة يعني على التصوير؟ بنفسي؟ لا، من قبل أنا مقررة، أنا أكيد ما رح أروح. بس قلتيلهم إيه رايحة؟ إيه، بس ما بتعتبري إنه هيدا شي غلط ولا عم بدك ترديلهم الضرب ولا شي؟ طبعاً، مين اللي عم يعمل غلط؟ مين اللي عم بيشوه سمعتي التاني؟ أنا ولا هن؟ طب ليه برأيك بدهم يعملوا هيك؟ ما بعرف، في شي بينك وبينهم؟ لا لا، انا ما بعرف ولا توني شخصيا، ما عندي شيء ضد النيو تي في ابدا. اوكي، طب ليه بدهم يعتدوا عليك؟ يعني ليه جهزوا بلكي اللي خبرك انه اعطاكي معلومات مش مزبوطة؟ شو لو ماني مأكدة 100% ما باخذ القرار. بس كنت فيك تفهمي من بعد ما شفتي، يعني انا ما شفت اول شيء لما يعملوا ريبورتاج بهيدي الاساءة عادة بأي قناة إعلامية لما بدهم ياخذوا رأي حدا بيعملوا بالانس، مثلا اثنين قالوا مع واحد ضد، أو اثنين مع اثنين ضد، أو كذا أو كذا، بس مش الكل بيكون ضد. يعني في انعرض ريبورتاج أنا فكير دجا معي خبر فيه بدي أطلع كيف؟ أكيد ما بطلع. شو اللي عملت؟ وعرفت كمان انه بدهم يحاولوا السكوب لقلهم هني، يعني لاتي يعني شو يحاولوا؟ ما يعني يجذبوا الناس لقلهم هني كمان. طب يعني بدهم يشوهوا سمعتي وصورتي قدام الناس، وبنفس الوقت بدهم يستفيدوا. هو شخصيا قال الفيديو دفعنا حقه، وانا عرفت انه دفع حقه $300. اي فيديو؟ اللي وصلوا لهم اياه. شو الشخص بنيو تي في قال لي انه دفع حقهم $300. فيديو شو هيدا؟ فيديو حتى طريقة التصوير اللي مصورين فيها مش انه تليفون عم بهز، يعني بروفيشنال اللي مصوره، يعني بيعرف منيح يصور. يعني معناها كان مسروع حدا هونيك ليصور. هلا اذا هونيك فهمنا لنقول صارت بالصدفة. طب والتغيير هذا الاتفاق كمان بالصدفة؟ طب وكم جريدة كمان بالصدفة اللي إلهم مثل لينك على بعض؟ ايه، لينك مع بعض من التي في للجريدة كمان هيك بالصدفة. هني فتحوا لي الهواء، قلت له بطلع تليفون، ما بتكون انا بسكر خطي لانه في كتير ناس عم تدق لي. قال لا 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 لا، بنطلع معك تليفون، في عندي مسجات. هذا من بعد ما قطعوا الامل، من ناس بهيدي التي في بيشتغلوا عم يقولوا لي بليز لازم تطلعي. هذا لانه من بعد ما قطعوا الامل اني اتجه على الاستديو. قلت لهم في عندي حال بطلع معكم تليفون، ما بتكون بسكر خطي. قال لا بتطلعي تليفون. هن فتحوا لي الهواء. شو كانت حاجتك لقيتي لما بدي اجي على الاستديو؟ ليش كنت بقى قلت لهم مأخرة بجوني انا قاعده بالبيت. فهن فتحوا لي الهواء وانا حرة بقى احكي اللي بدي اياه عن الهواء. استأذنتي قبل سكر الخط؟ انا لفتني هالشيء. قلت لهم بالاذن بعد سكرت. بدي سكر الخط وسكرت. مظبوط. إذا هاي بيعتبروها قلة احترام فما بعرف شو الاحترام. طب ليه بتقديرك إنه الناس اتهمتني إنه متفقة أنا معك؟ يمكن هلا بيعتبروا إنه أنت ما بتفهمي، أو لأنه بفترة يعني أعطوا فكرة عنك إنه أنت خوطة ومجنونة و طب والحقيقة لأنه تم تشويه صورتك. خ...
خوتة مجنونة خليكي بليز دقيقة، كنت بمصحة عقلية وهربت. بليز يا ريت أي حدا عنده هذا الشيء اللي بأكد إنه أنا كنت هيك، يا ريت يفرجينا إياه، أو إنه أو إكس أو إيجراك أو أي شيء بيخترعوه عني إنه أنا بنت، خلص بدهم يشوفوا لي صورتي بالقوة شو ما كان. تبرولا للأمانة هيك للحياة، شو أغلى شيء عندك لحلفك فيه؟ من بعد الله أمي طبعا. طب وحياة الله وأمك إلي علاقة بن... هل أنا أصلا بعرف أنك طالعة بنيو تي في؟ أكيد لا. طب أحلفي أنت وحكيتك. بعرف شيء بس تقول أحلفي. وحياة الله والقرآن وأمي وعيون أمي وعيوني أنه الست نداء الأحمدية ما إلا خصة بهالشي. واصلا انا اي حدا بيعرض علي فكره انا اللي باخذ القرار، ما حدا تاني. انا شخصيتي هاي، ما حدا بيقول لي اعملي وسوي، انا ماني روبو. اللي انا بدي اياه بعمله. طيب ما بدي اسالك سؤال، رغم انه كل اللي صار على الانترنت ونحن معروف انه كثير نشيطين بالسوشيال ميديا على تويتر على الفيسبوك، وانا تحديدا انشط وحده بالمكتب، انا شفت كل شيء، هل اتصلت انا فيك وقلت لك بدي اعمل معك مقابله؟ لا انا اللي جيت لعندك. انت اتصلتي؟ انا اللي جيت لعندك وانا اللي اخذت القرار. اوكي. وهني هن اتصلوا فيي وانا اخذت قرار اني ما اروح من بعد ما عرفت الحقيقه اللي عم يعملوها فيي. وبعدهم لهلا بيجيبوا لي تهديدات انه بدهم يركبوا لي فيه المخدرات، بدهم يركبوا لي فيه الصور. وين؟ ما بدي اقول مين هلا. لا ما تقولي مين، بس يعني جهة يعني بدهم يركبوا لي فين، ينزلوا لي صور لإلي مسخرة على الانترنت. اي ممكن يعملوا. وعم بهال يبعثوا لي انه عم يبعثوا لي اخبار انه رح يخلوا اهلي ينزلوا ويحكوا علي ويحاربوني وبلا بلا بلا، يعني مثل ما صار اوكي، مثل ما صار معي يعني. ما يعني معقولة امك توافق هالمرة؟ وتوافق، ما عندي اي مشكلة، هذه امي بتضلها وزي عم تستفيد من هالشي. أنا بقول لها نزلي احكي علي. كيف تستفيد؟ تستفيد يعني؟ يعني بعرف وضع أهلي، بستوعب وضع أهلي، وبستوعب السلطة اللي فارديتهم، يعني فاردي نفسها على الملي. أهلي السلطة المالية أصلا. فإذا هني عم يستفيدوا صحتين عقلهم والأهلي. كيف فيك تعيشي هيك؟ شو يعني في هالكم من الحقد عليك ما بتحسي؟ لانه كنت عم بقول لك لما حكيتيني كان نهار احد، كان نهار احد قلت لك انا بدي ارفع دعوه، قلت لي ولا، قلت لي ولا ترفعي. قلت لي عمي كيف بتفكر هالبنت، انت عم تخبريني شو صار على الهواء؟ قلت لك رح ارفع دعوه. قلت لي، قالت لي وحي طلع هلا، قالت لي ولا ترفع. بتحكي هيك ببساطه وانه خدي الامور وما تهتمي. كيف فيك تعيشي هيك؟ بده يكون في عندك ايمان بالله كثير قوي، والعبيد الله. الله اكبر من كل شيء، اكبر من السلطه الماليه والسلطه العسكريه والسلطه القضائيه ومن كل شيء. في ناس ظالمه وناس ايدها طايله وشو ما كان، الله اقوى شيء. بمشي مع اللي عنده سلطه ولا مع الله؟ ما الله طبعا، لانه كل شيء له نهايه. في مثل انا دائما بنسى الامثال خاصه اللي بالفصحى لما اقولوا لو دامت لك او لو دامت لي. ما وصلت لغيري. قريب لعندها هلا بس تحكي معك. ايه وثاني شيء عندي ثقه بحالي وشخصيتي جدا قويه ومتعلمه ومثقفه رغم انت الجميع، رغم انت وبنت نفسيتي غنيه ومهضومه وبحب الحياه وبحب بحب الناس وبتطوع لمرضى السرطان وبحب اعمل خير، واي شخص بيطلب مني خدمه اذا قادرة بعمل له اياها. نحن ناس لبعضنا بالنهايه. رولا بتتذكري شو اسم البنتين الحلوين ملكه الجمال؟ رنا وريما. طب ليك ما احلاهم هالبنتين؟ وحده بتقول لك انا ما بزعل اذا اختي طلعت ملكه، والثانيه بتقول لك انا بدي اختي تطلع الملكه. طب شو بصير اذا بحبوا بعض وبيدفعوا على بعض و بشجعوا بعض بشوفوا حالهم ببعض؟ يا قدي حلو، قدي ينبسطوا، قدي هني نفسيتهم يكونوا مرتاحين ومبسوطين. لأن واحد بدل هيك عايش بيحقد بكره
بدمار بمشكل بي... ما هو نفسيته بينه وبين نفسه بدمر حاله بحاله. الواحد دايما مبسوط يعني انا الحمد لله كل شيء فيي بدون يقول كتر خيرك يا الله 100 مره. روحي شوفي حرام هالمرضى بالسرطان في صبي بيقول لي اليوم بدك تاخذيني على السينما وعلى العشاء وبدي اسهر وبدي 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 وبدي. قلت له كل هول بدك انا اعمل لك اياهم اليوم؟ يعمل لي هيك بس ساعه. انا ما عندي وقت ما بتعرفي امتى بروح صبي صغير. طب يعني واحد فكر لوجيك مو كنت بدي اسألها شيء وللأمانة أنا بدي أقولهم ما بعرف ما تحبي أقولهم بس بدي أقولهم تذكري وقت حكيتيني بعد الحلقة الساعة 11 أنا ما كنت حاضرة الحلقة خبرتيني شو صار لما خبرتي لها على أنا كنت نايمي نمت شفتيني بعثت لها على الواتساب للأمانة بعثت لها على الواتساب قلت لها مدام نضال بدي أخبرك شيء مهم ما كانت واعية على 4 الصبح